صباح الخير لكل متتبعي قناة شوف تي في، تحية للجميع عبر هذا البث المباشر من مدينة قلعة الصراغنة. إذن مشاهدينا، الحمد لله على كل حال، لا مرد لقضاء الله سبحانه وتعالى. كما كنعرفوا اليوم الله يلطف بنا 18 لحالة جديدة حتى الساعة 8 مصابة بكورونا، ليصل العدد الإجمالي للحالات المؤكدة هو 574 حالة. المشاهدين، أعلنت وزارة الصحة قبل قليل من يوم الثلاثاء 31 مارس 2020 عن تسجيل 18 حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع عدد الحالات المؤكدة إلى 574 حالة. وأبرزت الوزارة عبر بوابتها الإلكترونية كوفيد ماغوك أن عدد الحالات المستبعدة بعد تحليل مخبري سلبي بلغ 2227 حالة، فيما بلغ عدد الحالات التي تماثلت للشفاء من المرض حتى حدود الساعة 8 من صباح يوم الثلاثاء وفق المصدر ذاته إلى 15 الحالة، فيما بلغ عدد الوفيات إلى 33 حالة. وتهيب وزارة الصحة بالمواطنات والمواطنين الالتزام بقواعد النظافة والسلامة الصحية والانخراط في التدابير الاحترازية التي اتخذتها السلطات المغربية بكل وطنية ومسؤولية. إذا نتمنى الشفاء العاجل المصابين بهذا الوباء الخبيث، ورحمة الله على كل الوفيات. والحمد لله على شفاء كل الحالات. إذن مشاهدينا، اطلب الله سبحانه وتعالى أن يلطف بنا. فالحمد لله على كل حال، الحمد لله على قدره، لا مرد لقضائه. أطلب الله سبحانه وتعالى أن يذهب عنا هذا الوباء. ورسالتي لمشاهدينا مزيد من الالتزام والالتزام و كل ما يلزم من قواعد النظافة والسلامة الصحية والالتزام في البيوت حتى نمر من هذه الأزمة التي يمر بها العالم بإسره. نعرفوا في هذا قضاء الله سبحانه وتعالى، ولا مرد لقضائه. فيجب علينا الاحتياط والالتزام باش نتجنبوا كل الاختلاطات، نتجنبوا. تنعرفوا ان فقدنا
ناس عزاز علينا من طبيعة كل مغربي، عندنا واحد الطبيعة ديال صلة الرحيم ديال خصنا نشوفوا الأحباب، نشوفوا الوالدين، نشوفوا الإخوان، نشوفوا الجيران، لكن قدر الله كما قلت لا مرد لقضائه. فاليوم التزموا بالصبر، والله سبحانه وتعالى غادي يفرج، إن الفرج قريب إن شاء الله. فللتذكير مشاهدينا أنه حتى الساعة 8 صباحا من اليوم، من يوم الثلاثاء، تم تسجيل 18 حالة جديدة مصابة، ليصل العدد إلى 574 ديال الحالات. إذن 574 حالة مؤكدة لحد الآن، عفوا. نتمنى لهم الشفاء العاجل، ونرجو الرحمة والمغفرة لكل الوفيات، ونرجو من مشاهدينا الالتزام والالتزام بقواعد النظافة والسلامة الصحية والانخراط في التدابير الاحترازية. ده المشاهدين، تحية لكل متتبعي قناة شوف تيفي عبر هذا البث المباشر من مدينة قلعة سراغنة. نلتقي في مباشر آخر. تحية للجميع.